والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كما أنزل الله تبارك وتعالى في شأن غزوة أحد قوله تبارك وتعالى للمؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يقول: ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والعلم هنا اللي هو تحقق العلم الإلهي فيهم يعني يكون، وإلا فعلم الله تبارك وتعالى سابق في خلقه جميعا سبحانه وتعالى، يعلم ما هم عاملون. وقد كتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل عامل ماذا سيعمل. لكن العلم هنا الذي يتحدث الله تبارك يكلم الله يكلمنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية هو قيام هذا العلم، قيام ما في علم الله تبارك وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هكذا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لم يعلم بعد، يعني لم يحصل هذا بعد، يعني لا دخول للجنة إلا بالجهاد والصبر، إلا للصابرين المجاهدين، هذا عند ذلك تستحقون دخول الجنة، أما قبل ذلك فلا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يعني هذا حسبان سيء وظن لا يكون، ولا تكون الجنة، الله يقول لهم لا تكون الجنة إلا بأن تكونوا من أهل الجهاد ومن أهل الصبر. ثم قال لهم الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كان بعض الصحابة بعد بدر يتحرك شوقا للقتال والشهادة بعد بدر، وأنه فاته يعني هذا الأمر، فاته القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومتمنيا أن تكون هناك غزوة وجهاد ليكون فيها وليقاتل وليستشهد. فالله يقول لهم: ولقد كنتم تمنون الموت شهادة أيام قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وذلك أنهم رأوا الموت عيانا في أحد، فإنه أحيط بهم، حاط بهم الكفار من كل مكان، وأصبح خلاص الموت شبه محقق به. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهو ليس ربا ولا إلها ولا مخلدا في الأرض، لا تظنوا أنه مخلد فيكم إلى الساعة، لا، هو رسول قد خلت من قبله الرسل، والرسل كان لهم وقت معين وماتوا وانتهوا فيه. فالنبي محمد شأنه شأنهم،
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني إن حصل له هذا انقلبتم على أعقابكم كفارا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يعني يخرج من الإسلام إلى الكفر فضرره على نفسه ولا يقع ضرره على الله، فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين جزاء الأوفى بجنته سبحانه وتعالى. وذلك أنه في الغزوة لما صرخ إبليس مات محمد، كان هذا من أكبر الأسباب في انفضاض الناس وخروج من خرج منهم للمعركة هربا. فالله يقول لهم شأن النبي محمد شأن إخوانه من الرسل السابقين، والرسل السابقين أدوا مهمتهم وماتوا في الوقت الذي يعني بانقضاء الأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى. فالنبي نفس الأمر، محمد نفس الأمر، وليس مخلدا، لم يكتب له الله الخلود أبدا. فإذا لا بد أن تكونوا مؤمنين في حياته وبعد مماته، لا بد أن تستمروا على الإيمان. ولذلك استدل أبو بكر بهذه الآية عندما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أنكر كثير من الصحابة الموت موته، قالوا ما مات، حتى قال عمر من قال إن محمد مات قال إن رسول الله مات فدلته بسيفه وشار سيفه، وصار يعني غضبان محمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر غائبا في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في أرض له في مكان اسمه السنة خارج المدينة. ثم جاء، لما جاء ورأى المسلمين على هذا النحو وكثير منهم ينكر أن يكون الرسول قد مات، جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدخل إن على النبي وكشف عن وجهه وقبله وعلم موته صلى الله عليه وسلم، ثم خرج يعني على المسلمين صعد المنبر وقال لهم أيها المسلمون أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عمر والله ما كأني سمعت هذه الآية إلى الآن، يقول كأنها ما عمري مرت علي هذه الآية، يقول فعقر بي، عقر بي يعني أصبح مثل البعير لما يعقر يقوم يطيح في الأرض، فوقع رضي الله تعالى عنه عمر دي. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة قال له وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ما في نفس تموت إلا بإذن الله، أن يكون الله تبارك وتعالى قد أذن بهذا، لأن هذا وقت كتابا مؤجلا، كل نفس لها كتاب مكتوب الأجل مؤجل محدد بأجل معين، إذا جاء هذا الأجل خلاص فلا بد أن يموت. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكر، يعني اللي بيعمل للدنيا يأخذ ربنا يعطيه من الدنيا، لكن الذي يعمل للآخرة الله قد نؤتيه وسنجزي الشاكر جزاء عنده سبحانه وتعالى. ثم قال له الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي كثيرا من أنبياء قبل النبي قاتل معه ربيون، جمع ربي أو ربان منسوبين إلى الرب، يعني جنود منسوبين إلى الرب سبحانه وتعالى، جنود الله، قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، إن حصل لهم هزيمة وجراحة وقتل ما وهنوا ضعف وما ضعف وما استكان والله يحب الصابرين. يعني يقول لهم لا تأسوا بأناس قبلكم أنبياء جاهدوا في سبيل الله وكان معهم مجاهدون
ربيون ديت صابرون. فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا دعاهم لله تبارك وتعالى بأن يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم وأن يثبت أقدامهم يعني في المعارك وأن ينصرهم على القوم الكافرين. قال جل وعلا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يعني هؤلاء الذين كان هذا شأنهم ممن سبقوهم آتاهم الله ثواب الدنيا بالتمكين، التمكين والقوة، وإن كان يعني أولئك لم يعني يحل الله لهم الغنائم لكن أحلها لأهل الإسلام بعد ذلك. فثواب الدنيا بأنهم دخلوا أرض لم يعني تكن لهم، ملكهم الله تبارك وتعالى إياه وجعلهم ملوك الجهاد في سبيله كما فعل الناس بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون عندما قام مقاتل في سبيل الله والذين معه مكنهم الله تبارك وتعالى. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وحسن ثواب الآخرة من جنة الله تبارك وتعالى، والله يحب المحسنين. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وذلك أن الكفار بعد هذا الغزو طبعا اكتشفوا وبدأوا بالطعن في الإسلام نفسه لاستئصاله. قال الله إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم ناصركم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم قال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب منكم بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يعني الله صدقكم وعده بالنصر إذ تحسونهم بالحس القتل بإذنه بإذن الله. وهذا في أول المعركة، فإن المسلمين في أول المعركة في أحد يعني عملوا القتل في الكفار وفر الكفار وانهزم. فيقولون في أول المعركة صدقكم الله وعده بنصر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم. قال لما بعد ذلك فشلتم وتنازعتم لما حصل للرماة ناس يقولوا لا نجلس وناس يقولوا ديت رسول يعني مسكنا في أماكننا نبرحها وناس قالوا خلاص الغنيمة الغنيمة ناس قالوا فروا وحصل تنازع في الأمر وعصيتم يعني أمر الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون بعد ما شفتم النصر بعينيكم هذا الذي تحبونه ثم صرفكم عنه ليبتليكم ليكون هذا الكلام صرفكم عن الكفار ليبتليكم ولقد عفى عنه وهذا من رحمة الله. يعني الذين انهزموا في أحد الله تبارك وتعالى عفى عنه قالوا لقد عفا عنه. ثم وصفه الله قال إذ تصعدون ولا تلون على أحد. تصعدون في الجبل يعني الذين فروا من المعركة صعودا في الجبل جبل أحد. إذ تصعدون ولا تلون على أحد تلون تلفتون إلى أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. الرسول في آخر القوم يدعوهم يا عباد الله إلي يا عباد الله يناديهم لكن لا يسمعون. قال جل وعلا فأثابكم غما بغم. أثابكم الثواب الجزاء غم، والغم هو الهم الشديد دي. بغم يعني غم ورا غم، غم فوات النصر وغم حصول الهزيمة والكسرة. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصاب. يعني فعل بكم هذا الصنيع حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر
لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم من الهزيمة، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. بعد هذا الغم ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم أمنة نعاس وهم في هذه الجراحة وهم في المرض، يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، رب خليها عن أنفسهم خفيف من الموت، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن الله مضيع دينه وهازم رسوله وخلاص الأمر انتهى، هذا ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، كلمة منفوفة، يقولوا ولا أحد لنا من أمر من شيء، ليسمعهم يظن أنهم يعني مستسلمون القدر وهم لا، يعني الرسول مستبد، هو الذي استبد بالأمر وهو الذي خرج وقد يعني نصحناه بأن لا يخرج وهو خرج. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قال جل وعلا قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو كان الرسول بيسمع كلامنا وبيستشيرنا ما كان حصلت هذه القتل، هذا هو حقيقة قولهم. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قل لهم يعني اللي مكتوب له موت في مكان لا بد يروح، قل لو كنتم في بيوتكم قاعدين آمنين لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، كل واحد مكتوب له حيموت في هالمكان ويضطجع في هذا المكان ويقتل في هذا المكان لا بد يروح، لأن هذا قدر لا بد يكون. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم قال جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم عشان يبينوا يطلعوا للناس والله عليم بذات الصدور. فهذه مما أنزل الله في هذه الغزوة العظيمة تعليما وتأديبا وكشفا لأحوال المنافقين وبيانا لسنته سبحانه وتعالى يعني في خلقه وعباده جل وعلا. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. فتحت مكة في السنة الثامنة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه، وفرض الحج في السنة التاسعة، وكان المشركون يحجون إلى هذه السنة، فلذلك لم يخرج النبي للحج في السنة التاسعة وإنما ذهب لها المسلمون وأمر النبي على الحج أبا بكر الصديق رضي الله تعالى، ثم أرسل علي بن أبي طالب كذلك وأمرهما أن يناديا في الناس أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريا. وفي السنة العاشرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنحاء الجزيرة بأنه حاج هذه السنة، فمن شاء أن يخرج ويأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فليأتي. فبدأت وفود المسلمين ترد إلى المدينة لتصاحب النبي في حجته، وهذه الحجة هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي وتسمى حجة الوداع، وذلك أنها كانت آخر
يعني أعمال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومكث النبي بعدها بعد هذا الحج 84 يوما، ثم انتقل إلى الرفيق الآن صلى الله عليه وسلم. وصف جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. سنسير مع هذه الحجة لنصحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع. لما أعلن النبي أنه حاج هذه السنة وجاءت الوفود، خرج النبي للحج في 29 من ذي القعدة، يعني في 21 من شهر ذي القعدة. لبس النبي ملابس الإحرام في بيته في المدينة بعد غسله، وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالسنة الطيب أنه قبل أن ينوي الإنسان الحج ويلبس ملابس الإحرام ويتطيب. وتقول: حتى خرج النبي والطيب له لمعان في شعره صلوات الله وسلامه عليه. لبد النبي رأسه صلى الله عليه وسلم، التلبيد هو جمع الشعر ووضع شيء من الصمو ونحوه ليلبد الشعر. فلبد النبي رأسه ولبس إحرامه في بيته في المدينة، وخرج لابس لباس الإحرام. ثم أتى ذي الحليفة وصلى فيها ركعتين، وقال: إن الله أمرني أن أصلي ركعتين. قال له جبريل: صلي في هذا الوادي المبارك وإنوي حجة في عمر. فصلى النبي ركعتين في المسجد المسمى الآن مسجد الحليفة، مسجد الشجرة، ونوى بحج وعمرة صلوات الله وسلامه عليه. وساق معه الهدي 63 بدنة بعدد سني حياته صلوات الله وسلامه عليه. ولما شرعت ناقة النبي في البيداء، أعلن النبي التلبية وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلبى بالتوحيد، والتزم النبي هذه التلبية في كل حاجته صلوات الله وسلامه عليه. كان الناس يلبون بتلبيات كثيرة غير هذه، ولكن النبي التزم هذه التلبية، لم يلبي بغيرها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنه: نظرت أمامنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مد البصر ما بين راكب وماشي، وإذا خلفنا مثل ذلك، مد البصر ما بين راكب وماشي، وعن يميننا مد البصر ما بين راكب وماشي، وعن يسارنا مثل ذلك. وهذه أعظم لوحة، لوحة عظيمة. ويقول: النبي في وسطنا والوحي يتنزل عليه، ونحن نعمل بما يأمرنا. أجمل شيء، هذا أجمل ما في سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. خرجت هذه الجموع من المسلمين حوله تأم البيت، والنبي في وسطهم، والحجيج ما بين راكب وماشي، يسيرون سيرا على الأقدام وبعضهم راكب، كما قال الله تبارك وتعالى: إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
رجال عن رجل ماشي على كل ضامر من الحيوان، يأتينا من كل فج عميق. وبالفعل من كل فجاج الأرض جاء، اجتمع الناس حول النبي، وخرج النبي حاجا صلوات الله وسلامه عليه. مر النبي بأحد الوديان فقال: أي وادي هذا؟ فقالوا: هذا وادي هرشم. فقال: كأني بموسى بن عمران على ناخة له حمراء وله جؤار إلى الله بالتلبية. يقول كأن موسى بيدي، وهذا فيه دليل على أن موسى حج البيت، والبيت طبعا يحج من زمن إبراهيم عليه السلام. فقال: كأني بموسى بن عمران على ناقة له وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم لما مضى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى واد آخر فقال: أي واد آخر؟ فأخبروه، فقال: كأني بيونس بن متى على ناقة له يؤم هذا البيت. وهذا نبي آخر، وهو يونس بن متى عليه السلام يؤم بيت الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا في زمانهم، لكن النبي رآهم أريهم كما كان الأمر عندما حجوا بيت الله تبارك وتعالى. لما وصل النبي مكة صلوات الله وسلامه عليه، كان أول ما بدأ به هو البيت، فأتى الركن اللي هو ركن الحجر فاستلمه، ثم طاف سبعا صلوات الله وسلامه عليه. الطمع وهو أن يجعل رداءه تحت ذراعه الأيمن، ورمل ثلاثة أشواط وسار أربعة أشواط، وأصبحت هذه سنة في كل طواف بالقدوم، سواء كان طواف حج أو طواف عمرة، اللي هو أول طواف بالقدوم في هذا الاتباع والرمل. وذلك أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة الأولى التي في عمرة عمرة القضاء بعد الحديبية. نرجع مرة ثانية، النبي اعتمر أربع عمر: العمرة الأولى عمرة الحديبية، وهذه منع عنها وحصر النبي صلى الله عليه وسلم وذبح هديه وفي المكان الذي حصر فيه في الحديبية. العمرة الثانية عمرة القضاء السنة السابعة، على حسب الشروط التي وقعها مع قريش، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة الثالثة كانت عند عودته من غزوة حنين، فلما أتى إلى الجعرانة يعني أحرم بالعمرة صلوات الله وسلامه عليه، وكانت هذه في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم. والعمرة الرابعة التي كانت مع حجته، فإن النبي نوى الحج والعمرة في إحرام واحد، قال: لبيك اللهم حج العمر. في السنة السابعة لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل هذا كان الكفار ينظرونهم، فالنبي شرع لهم أن يكشفوا يعني كتفهم الأيمن وأن يرملوا حتى ينظر الكفار إليهم ويروا فيهم القوة، وذلك أنهم قالوا: لقد أكلتهم حمى يفي. وأصبحت هذه السنة. فالنبي في طواف القدوم لحجته رمل كذلك، رمل ثلاثا ومشى أربعا صلوات الله وسلامه عليه. ولما فرغ من سبعة أشواط جاء إلى الركن، جاء إلى المقام فصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، وقال أنس: أحسبه قرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليها وقال: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. كبر النبي ثلاثا
وقال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكرر هذا 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. ثم دعا، ثم انطلق في مسعاه صلوات الله وسلامه عليه. فلما وصل إلى بطن الوادي رمل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الآن علامة في معمول له علامة يتبين الميلين هذه. لكن كان في الأول طبعا الأرض ليس فيها بناء، فرمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أتى المروة فعل كذلك، صعد إلى أعلى الجبل وتوجه إلى البيت وكبر 3 وقال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ودعا ثم انصب وسار إلى الصفا وفعل ذلك 7 أشواط، من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا. وكلما أتى إلى بطن الوادي رمل صلى الله عليه وسلم. انتهى 7 أشواط، تنتهي بالمروة. لما وقف النبي على المروة خطب الناس فقال أيها الناس من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. الحل كله يعني يحل له كل ما كان عليه حراما في الإحرام، فكل ما كان له حلالا قبل الإحرام يحل له، يعني حتى النساء. فقام صراخ بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله يعني هذا لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال النبي بل لأبد الأبد. وقال النبي شبك بين أصبعي وقال دخلت العمرة في الحج هكذا، دخلت العمرة في الحج هكذا. فقل يا رسول الله إنك لم تحل، يعني أنت ما حليت، أنت على إحرام. فقال صلى الله عليه وسلم إني قد لبدت رأسي وسخت الهدي، فلا يحل لي أن أحل حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي زمانا في يوم النحر ومكانا في منى. قال لا يحل لي لأني لبدت رأسي ونويت بالإحرام ونوى عمرة وحج. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلته عمرة. يعني لو كنت أعلم ماذا سيكون من هذا، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل الحج والعمرة في إحرام في 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 يجوز هذا بإحرام وهذا بإحرام وفي سفرة واحدة، فلما سقت الهدي. فلما ساق الهدي ما أصبح يحل له أن يحل من إحرامه إلا بعد أن يبلغ الحج محله. فقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فكل من لم يسق الهدي حل وجعلها عمرة، وإن كان قد نوى الحج فجعل هذه طوافه وسعيه عمرة، ثم بعد ذلك يحل بالحج في يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحج. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان في اليمن يأتي بصدقتها، ثم جاء بالصدقة ما يعني حظ النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء ومعه. دخل على فاطمة عليه السلام فوجدها أنها قد لبست ثوبا صبيغا وأنها مست عطرا، فقال لها استنكر هذا منها. فقال لها فقلت إن أبي أمرني بذلك، وذلك أنها لم تكن ممن لم يسف الهدي. فذهب يقول علي بن أبي طالب ذهبت محرشا يعني عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أنا الذي أمرته، يعني أنه هو الذي أمرها بأن تحل وأن يعني تلبس
يعني لباس الزينة به. وقال النبي العلي بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يعرف ما الذي أهل به فأهل بما أهل به النبي. فقال له إذن خلاص أنت سقت الهدي فيبقى على إحرامك حتى يوم النحر. فبقي مهلا بحجة العمرة كما أهل النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي في نزوله نزل بالأبطة ولم ينزل في المسجد ولا قريبا منه، وإنما نزل بالأبطة وكان يصلي فيه ولا يصلي في المسجد الحرام صلوات الله وسلامه عليه، كان يصلي في منزل. هالأيام التي من ذي الحجة، ثم لما جاء يوم التروية النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالارتحال، رحلت له ناقته وذهب إلى منى بعد أن صلى الفجر في مكان في منزل. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها، وفي صبيحة التاسع وهو يوم عرفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم بعد ذلك ارتحل إلى عرفة فصلى 5 أوقات في منى صلوات الله وسلامه عليه، ظهر يوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم التاسع. نصبت للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في نمرة وهي محل مسجده الآن، مسجد نمرة، وبقي النبي فيها إلى أن زالت الشمس، فأتى المسجد وصلى الظهر والعصر. كان هذا يوم جمعة لكن صلى صلاة يعني الحاج والمسافر، صلى ظهر وعصر ركعتين وركعتين، ثم خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه. وكان مما خطبهم في هذه الخطبة العظيمة قال لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال للناس إنكم مسؤولون عني، بكرة ستسألوا عني، يعني هل بلغكم؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم شهد أشهد الله تبارك وتعالى على شهادتهم، وأنهم شهدوا بأن النبي قد بلغهم صلوات الله وسلامه عليه وقد أدى أمانة ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد أن خطب النبي هذه الخطبة وعظ المسلمين، وعظهم في النساء، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أعوان عندكم، ووصى ب يعني بمن تحت يعني أيديهم من العبيد. ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة، ركب ناقته وذهب إلى الصخرة وهي ما يسمى الآن جبل النور. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم ناقته إلى البيت وجلس على ناقته يدعو الله رافعا يديه. من ذلك الوقت بعد هذا الصلاة إلى غروب الشمس وهو يدعو الله تبارك وتعالى. وهذا هو يعني موقف عرفة. وقد قال النبي الحج عرفة، وهذا أعظم أركان الحج. طبعا اختلف الصحابة في هل النبي مفطر في هذا اليوم أم صائم. فجاءت أم الفضل فأرسلت له بقدح من لبن فشرب منه صلى الله عليه وسلم، شربه الله، فعلموا أن النبي مفطر في هذا اليوم وليس بصائم. ولذلك السنة لمن كان بعرفة أن لا يصوم هذا اليوم. ظل النبي يدعو الله تبارك وتعالى إلى غروب الشمس. وقال له أسامة يعني الصلاة يا رسول الله؟ قال له الصلاة أمامك. فركب النبي ناقته وأردف أسامة خلفه وذهب النبي إلى هابطا إلى مزدلفة. ولما جاء إلى الشام نزل
وقضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا ثم رجع ركب حتى نزل عند المشعر الحرام في مزدلفة. فلما نزل أذن وصلى المغرب والعشاء ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم ليلته وهي ليلة المزدلفة. وفي الفجر صلى الفجر في يعني في المشعر الحرام وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. جمع هي مزدلفة، يعني أن من وقف بها في أي مكان في مزدلفة فهو قد أدى فيها، ولا يشترط أن يأتي إلى المقام والمكان الذي قام فيه النبي صلوات الله وسلامه. وبعد أن صلى الفجر ظل يدعو إلى أن قربت الشمس من الغروب الشروق، وقبل الشروق دفع صلى الله عليه وسلم. وخالف بهذا سنة المشركين، فإن المشركين كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلى منى إلا بعد شروق الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير حتى نغيب. ثبير اللي هو الجبل الذي في جهة الشرق شرق مزدلفة، ومن خلفه تظهر الشمس في الشروق. لكن النبي خالف ذلك وخرج من مزدلفة قبل شروق الشمس صلوات الله والسلام عليه. أتى إلى الجمرة الكبرى فرماها النبي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. في الأول يقول بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات، يكبر مع كل حصى صلوات الله والسلام عليه. وبعد أن رمى الجمرة صلى الله عليه وسلم جاء فذبح نسكه، ذبح 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، وأمر علي بن أبي طالب أن يكمل الباقي 37 ناقة، فكمل له 100 ناقة صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يؤخذ بضعة من كل ناقة تضع في خدر واحد وضع في خدر واحد وطبخت وشرب منها. وأشرك النبي في هديه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأما زوجات النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحى أهدى لهم بالبقر، وأما هديه كان هو علي بن أبي طالب، أشركه النبي في هديه في هذه 100 ناقة التي سيقت من المدينة ومن اليمن. في الطريق طريق النبي وهو ذاهب للحج حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في مكان اسمه سرف وقريب مكة. دخل عليها النبي، يقول دخل عليها النبي وأنا أبكي، فقال النبي ما لك؟ أنا أنفستي؟ قالت نعم. فقال لها يعني اغتسلي وفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطفي بالبيت. وقال لها النبي طبعا اجعلي حجك يعني أدخلي العمرة في الحج، دخلي العمرة في الحج وخليكي بإحرام من واحد. فأدخلت عمرتها في الحج للحيض علما أنها لم تسوخ الهدي رضي الله تعالى عنها وارضاها. وأصبحت هذه سنة، فإنها أدخلت عمرتها في الحج لأنها لا تستطيع أن تعتمر تدخل البيت، ما تستطيع أن تطوف بالبيت. فقال لها النبي ظلي على إحرامك وأدخلي العمرة في الحج وتكفيك، يعني يكفيك حجك عن العمرة. دخلت فيها. وسيأتي أنها بعد نهاية الحج قالت النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الناس بحج وعمرة ولا يذهب إلا بحج فقط. فأمر النبي أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. لما فرغ النبي من هديه صلوات الله وسلامه عليه ذهب هديه ذهب إلى الحلاق فحلق شعره صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أتى البيت فطاف طواف إفاضته. وأم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقبل النبي ما يطوف بالبيت طيبته، فذهب إلى طواف الإفاضة وهو متطيب صلوات الله والسلام عليه، طبعا برمي الجمرة وبذبح الهدي وبالحلق، هذه ثلاثة تم له، وأصبح يعني عند ذلك يعني حلالا، يحل له كل شيء. لكن قبل يعني الطواف طيبته من عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا لأن الذي فعل هذا الأمر رمى الجمرة وحلق يحل له بعد ذلك يعني كل شيء إلا النساء، ثم يحل النساء بعد ذلك بطواف الإفاضة. ذهب النبي إلى البيت بعد ذلك فطاف طواف الإفاضة صلوات الله وسلامه عليه، وبعد الطواف رجع إلى منى ومكث في منى الثلاثة أيام يصلي كل صلاة في وقتها صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن النبي يصلي هذه الأوقات كذلك في المسجد الحرام، وإنما كانت الوقت الصلاة إذا يعني أدركته في المسجد الحرام صلى، ما أدركته في المسجد الحرام صلى في منزله في منى صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الناس كانوا يصلون في منازلهم، كل واحد يعني يصلي في منازلهم إلا من أتى يصلي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي يرمي الجمرة، يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، إذا زالت الشمس يبدأ بالرمي، فيرمي يبدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى، برضو أيضا يرمي كل واحدة بسبع حصيات، ويقف يدعو بعد رمي الصورة ورمي بعد الصورة والوسطى، يقف يدعو الله تبارك وتعالى دعاء طويلا قدر قيل قدر ما يقرأ أحدنا سورة البقرة. ففعل هذا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، وكذلك لم يتعجل النبي، وفي اليوم الثالث صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجع إلى المنزل الذي نزله وهو الأرض، وقال للناس، كان الناس ينتشرون كل في مكانه من مكانه، فقال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني خلي آخر ديت، لا يتفرق الناس، ناس من منى وناس في هنا وناس في مزدلفة، فشرع للناس طواف، والذي يسمى بطواف الوداع، وهو ختام أعمال الحج. فلما أمر النبي بالرحيل قيل له إن صفية زوجته قد حاضت، فسأل النبي قال لها طفتي، يعني هل طافت بالبيت؟ قال نعم طافت، لو طاف الإفاضة، قال فارتاحي بك. وهذا أصبح في إسقاط طواف الوداع عن الحائط إذا لدي. أما من لم يطف طواف الإفاضة فإنه يجب أن يأتي، المرأة إذا جاءها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة فإنها يجب أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، من الأركان التي لا يتم الحج إلا به، ولو ارتحلت فإنها تبقى على إحرامها، تبقى محرمة حتى تأتي وتطوف طواف الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارتحلوا إذا، لما علم أنها قد طافت طواف الإفاضة قال فارتحلوا إذا. كان هذه هي يعني خلاصة لحجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت هذه من آخر أعماله واجتماعه، وقد خطب النبي المسلمين خطبة ثانية في يوم العيد يوم النحر، وقال للمسلمين أي يومين هذا؟ أليس يوم النحر؟ طبعا سكت المسلمون ظن النبي سيوم
يسميه بغير اسمه، وقال لهم أي بلد هذه؟ فسكتوا، فقال أليس البلدة؟ نعم. فقالوا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا؟ أليس الشهر الحرام؟ وهذه الحجة. فقال للمسلمين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ ثم قال لهم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، كل شاهد من شهد هذا المشهد فليبلغه من غاب عنه، فرب مبلغ أو عن سامع. وحذر النبي وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فحذر من الدم وأن يقتل المسلمون يقتل المسلم مسلم. قال لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغ؟ ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته ارتحل إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ومكث فيها بضعا كما ذكرنا 84 يعني ليلة. فإن النبي توفي في اليوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وتمت حجته يعني هنا في شهر ذي الحجة. وإن شاء الله في لقائنا الآتي نأتي إلى هذه الشهرين وبضع 10 يوما التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته، ونرى أهم الأحداث فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول الله. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مضى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بويع له في سخيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون والأنصار على بيعته، وخرج لتوه فخطب الناس وقال لهم أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. هذه الخطبة خطبة خلافة، وفيها من العظات والعبر ديت، وموازين العدل ديت، ما تقام عليه الدنيا. فأولا تواضعا منه قال إني وليت عليكم ولست بخيركم، علما أنه خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشهادة الله وبشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم وبشهادة جميع المؤمنين أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولكنه تواضعا قال إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فدعاهم إلى أن يعينوا في حال الإحسان، وإن أساء قال قوموني، ومعنى قوموني يعني امروني بما يقام به الطريق. فطلب منهم أن يكونوا ناصحين للإمام، وأن يقوم التقويم ربما يكون بالقوة، فقالوا إن أسأت فقوموني. ثم قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، طاعتكم لي بطاعتي لله تبارك وتعالى، وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ثم بين العدل يد، فقال الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، هذا واجب الخلاف، والقوي فيكم ضعيف عندي
حتى أخذ الحق منه. إذن سيخف ينصر المظلوم ويمنع الظالم من الظلم. ثم إن أبا بكر واجه أكبر معضلات واجهتها الأمة وهي ارتداد العرب. أول من ارتدوا أهل اليمن واتبعوا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، وكان هذا في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. اليمن دخلت في الإسلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفودا يعلمونهم، أرسل أبو موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل معلما في مخاليف اليمن كلها، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان من شأن اليمن أولا أن اليمن وقعت تحت حكم الأحباش، غزوها وجاء أبرهة الأشرم الحبشي وبنى كنيسة يعني في صنعاء وسماها العانس لطولها وارتفاعها، وجاء أحد العرب واختلى في كنيسته فأقسم لا يذهبن ولا يهدمن الكعبة. وكان شأن خروجه بجيشه وفيه الفيلة مقدمين عنده لهدم الكعبة، ثم إن الله تبارك وتعالى أهلكه، منع يعني الفيل من دخول مكة وهلكوا في وادي معسر، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجرة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فانتشر الوباء والموت فيهم، وهو رجع بجيشه المدمر إلى يعني اليمن، وصار تسقط جسمه أنملة أنملة، حتى لما ذهب إلى يعني صنعاء انصلع صدره ومات. بقي حكم اليمن تحت هذا الكلام، كان في سنة ميلاد النبي صلوات الله وسلامه عليه، عام الفيل، النبي ولد في عام الفيل. ثم إنه قام سيف بن ذي يزن الحميري وأراد أن يخلص اليمن من حكم يعني الأحباش، فذهب إلى هرقل عظيم الروم لينصره بجيش، فلم يرضى هرقل لأن الحبشة كانت على دين النصرانية مثل الروم، فذهب إلى كسرى لينصره بجيش. فجاء كسرى أخرج له المساجين الذين عنده في يعني في مملكته وأرسلهم معه، فقاتلوا الحبشة حتى قتلوهم، وصار حكم اليمن بعد ذلك لسيف بن ذي يزن وكذلك للفرس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لهم خطاب دخل يعني هؤلاء الفرس في الإسلام، وكان هذا في عهد يزدجر بعد أبيه أنوشروان كسرى أنوشروان الذي كان معادي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي هدد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ابنه كان على غير ذلك، فلما دعوا الإسلام دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم. ثم قام هذا يعني الخبيث اللي هو الأسود العنسي وادعى النبوة وجمع من أحاديث اليمن يعني ما جمعهم، ثم بدأ في قتال المسلمين. كان هناك معاذ بن جبل وبعض المسلمين يعني ما استطاعوا أن يقاوموه، فروا من وجهه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يجتمعوا وأن يقاتلوا ويحاربوا، فاجتمع المسلمون يعني لقتاله، وساعدهم في ذلك زوجته من الفرس التي كان قد يعني عقبها بعد
بعد زوجها فيروز الديلمي، وكانت تبغضه أشد البغض، فساعدت يعني من يدخل عليه ويقتله. في اليوم الذي قتلوه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بمقتله، وكان مدة إفساده في اليمن نحو من 6 أشهر 7 أشهر فقط، وأهلكه الله تبارك وتعالى. فهذا أول ردة وقضي عليها، وكان في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما العرب فإنهم لما سمعوا بموت النبي صلوات الله وسلامه عليه ارتدوا كلهم، ولم يبقى على الإسلام إلا مكة والمدينة فقط، ونبغ فيهم مجموعة من الذين ادعوا النبوة. فبني حنيفة اجتمعوا على مسيلم الكذاب، وتميم اجتمعوا على سجاع التي كذلك ادعت النبوة، وطي وقبائل بني أسد اجتمعوا على طليحة الأسدي. فهؤلاء ثلاثة متنبئون ظهروا دفعة واحدة، ثم إن بقية العرب يعني هؤلاء طبعا ردة كاملة، ردة مع كفر واتباع مدعين للنبوة. آخرون قالوا لن يعني نصلي، لكن لنرسل زكاة أموالنا إلى أبي بكر الصديق لأننا فقط نرسلها للنبي، وادعوا أن قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا إحنا فقط نعطي زكاتنا لمن يصلي علينا، وأما أبو بكر فإنه ليس كذلك فلا نعطيه الزكاة. فأصبح أمام أبو بكر هذا الجم الغفير من مرتدين اتبعوا مدعين للنبوة، وناس مانع الزكاة. جيش أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي عقد له النبي لواءه ما كان لسه في اليد بعد أن ارتحلوا إلى الجرف وسمعوا أن النبي اشتد به وجعه رجعوا وقفوا، ولما رجعوا كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي. فجاء الناس وقالوا أبو بكر لا ترسل جيش أسامة. العرب ارتدت، فقال أتريدوني أن أفك لواء عقده رسول الله؟ والله لو يعني أكلتني الوحوش ما كنت لأفك لواء عقده رسول الله. وقال لو أن الكلاب جرت بأرجل زوجات النبي ما كنت يعني أرد هذا الجيش وأفك لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي قال أنفذوا جيش أسامة قبل أن يتوفى، أنفذوا جيش أسامة، وولى أسامة رضي الله تعالى عنه. ولذلك خرج هذا الجيش، خرجه أبو بكر الصديق، ثم إن أبو بكر خرج في هذا الجيش يودعه ماشيا، وأسامة الذي يعني جعله النبي قائدا للجيش كان في ذلك الوقت سنه 17 عاما. فخرج أبو بكر ماشيا لوداع الجيش، فاستحى أسامة وقال له يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال لا أركب ولا تنزل. كان أسامة راكب وأبو بكر يودعه ماشيا. لما سار هذا الجيش كان هذا أعظم نصر للمسلمين في هذا الوقت، وذلك أن هذا الجيش أخاف العرب كلهم، كل العرب الذين أرادوا أن يهاجموا المدينة ويقتنصوا الفرصة لما رأوا أن الجيش هذا خارج قالوا إن قوما يخرجون هذا الجيش لفي قوة وفي منع، فلذلك كعوا عن
يعني هجوم المدينة. خرج هذا الجيش ومكث 70 يوما، وقد قال النبي لأسامة: أوطئ الخيل أرض البلقاء. البلقاء دمشق، خلوه ديت. فذهبوا إلى هناك وقاتلوا وانتصروا ورجعوا بعد 70 يوما. ثم إن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عزم على قتال المرتدين كلهم، سواء منهم من اتبعوا هؤلاء الأنبياء الكاذبين، وكذلك من منعوا الزكاة. فقال له المسلمون: كيف تقاتل قوما يصلون؟ يعني الناس بتصلي. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فيقول عمر بن الخطاب، وكان من الذين وقفوا أمام بكر وقالوا: كيف تقاتل قوما يعني يصلون؟ فقال عمر، يقول عمر: لما رأيت أن الله شرح صدر أبو بكر للقتال علمت أنه الحق، علمت أن هذا حق، أن الله شرح صدر أبو بكر للقتال. وذلك أن أبو بكر خليفة رسول الله وصاحبه ومسدد وموفق طيلة حياته، فقال: علمت أن هذا هو الحق، وكان هذا هو الحق. ولو أن أبا بكر رضي الله تعالى تراخى في قتال مانع الزكاة لانهدم الإسلام، لكان الإسلام هدم عروة عروة، وكان كل الناس تركوا شبه الإسلام. وجاء طبعا يعني من شهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا نص يعني الرسول، ثم نص القرآن. الله قال في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فلم يأمر بتخلية سبيل الكفار إلا بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالزكاة قرينة الصلاة، ولذلك كان أبو بكر على الحق وأنفذ جيوشه لقتال هؤلاء جميعا، ولم يمهل أحدا. يعني ما قال: أبدأ بهؤلاء الذين مثل دعوا النبوة وأترك هؤلاء، لا، وإنما أعد الجيوش، أعد 11 جيشا في وقت واحد، وأرسلهم في كل نواحي العرب التي ارتدت عن الإسلام، سواء الذين يعني اتبعوا هؤلاء الأنبياء الكاذبين أو الذين منعوا الزكاة. وكان هذا من أعظم أعمال الصديق رضي الله تعالى عنه. وسنأتي إلى بعض التفصيل في قتاله لهؤلاء أهل الردة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، واختلف المسلمون في مكان الذي يدفن فيه، ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأخبرهم بأنه سمع النبي أنه أخبر بأن النبي يدفن في المكان الذي قبضت روحه فيه. فدفن صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، وهي كان آخر مكان كان فيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أذن للناس بعد ذلك أن يأتوا للصلاة عليه صلوات الله وسلم، فكان يأتوا أرسالا، لم يصلى عليه جماعة، وسمح للنساء كذلك أن يصلين على النبي صلوات الله وآله وسلم. كان أول شأن بعد ذلك أهم المسلمين هي خلافة النبي صلوات الله وسلامه عليه.
وجاء الخبر إلى عمر وأبي بكر بأن الأنصار اجتمعوا في سخيفة لهم هي سخيفة بني ساعدة. وقال لهم القائل قالوا أن أدركوا القوم، وذلك أنه إن بايعوا أحدا منهم فعند ذلك يجب على المسلمين بيعته. ونأتي إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي يذكر فيه النبي يذكر فيه عمر رضي الله تعالى عن هذا الأمر. يقول ابن عباس: كنا في منى، هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحج، فجاء رجل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال: لئن مات فلان، على عمر يعني، لأبايعن فلانا ثم تكون بيعة، فإن بيعة أبو بكر كانت فلتة ومضت. قال: إن بيعة أبو بكر كانت فلتة، يعني واحد بايعه ثم بعد ذلك عمر بايعه ثم بايع الناس كلهم. فقال: أنا ببايع فلان، ثم بعد ذلك تصير الخلافة خلافة لعمر يعني. فقيل لعمر: هذا؟ فقال: أما إني يعني خاطب الناس في دية، فأبين لهم هذا. قال: ما لا يحل لأحد أن يبايع أحدا دون مشورة من المسلمين. فقال: سأقوم فيهم مقاما، وهو في منى يخاطبهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف قال: الآن أنت في الحج، والحج يجمع شتات الناس، وإن قلت مقالة ستطير في كل مكان وقد لا يفقهها، يعني من يسمعها، فانتظر حتى تأتي المدينة وهي حصن الإسلام ومكان المهاجر والأنصار، فتتكلم في هذا الأمر في شأن يعني الخلافة. فقال: إذن والله لأقومن بهذا أول مقام لي في المدينة. قال: إذا رجعت المدينة سيكون أول مقام لي هو هذا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لما رجعنا المدينة وكانت أول جمعة بكرت وأتيت ليجلس على طول جوار المنبر. قال: فجاء سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، كان يقول أول واحد جاء يعني. يقول: فقلت له: ليتكلمن عمر اليوم بكلام لم يتكلم مثله من قبل. فقال له سعيد: وماذا عليه أن يقول كلاما لم يقوله من قبل؟ يعني ايش راح يقول؟ ايش يعني شيء ما يقولوش من قبل؟ يقول: فقال عمر رضي الله تعالى عنه في خطبته: حمل الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني سمعت أناسا يقولون: لئن مات يعني عمر لا يبيعن فلانا ثم تكون خلاف بيع يتابعه الناس، وأن بيعة أبو بكر كانت فلتة. فقال لهم: نعم، إن أبا بكر يعني كانت بيعته فلتة، وقى الله شرها، ومن منكم من تنقطع له الأعناق أبي بكر. هل مين الذي يطاول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ ثم قال: من بايع أحدا من المسلمين على غير مشورة فلا يبايع، هو الذي بايع تغرة أن يقتل. فقال: لا يحل لأحد أن يبايع خليفة إلا بعد مشورة تكون مشورة في المسلمين. ثم قال: وسأقول لكم ما كان من شأننا يوم السخيف. قال: إنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سخيفة الله وسخيفة بني ساعدة، فأتانا من يقول: أدركوا الأنصار، إنهم اجتمعوا يعني ليختاروا
يعني خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فانطلقت أنا هذا عمر وأبو بكر وأبو عبيدة بن جراح، فإذا القوم مجتمعون وفيهم رجل يعني في حبوة حباله وهو سالم بن عبادة، جيء به وهو مريض وفي وسط القوم. يقول: فأردت أن أتكلم فقال لي أبو بكر على رسلك أنه هو الذي يتكلم. قال: والله. فقام أبو بكر فتكلم فما ترك كلمة في نفسي مما يعني زورتها لأقولها إلا وقالها، وقال أحسن منها. وكان مما قال لهم أبو بكر: إن العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش. خلهم العرب ما يمكن تجتمع على يعني على أنصاري، على واحد مثلا من الأوس أو من الخزرج، ما تجتمع العرب، العرب ينفون. لكن قريش كانت في العرب بمثابة القبيلة المعظمة المحترمة، هم أهل بيت الله، فقريش كانت لهم مكان، حتى كان من يسافر منهم لا يؤذي أحد ولد قريش، فكان لهم مكان وكانت الشرف الأولى لأنهم أهل بيت الله تبارك وتعالى في العرب. فقال أبو بكر: إن العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش. ويعني إني يعني أختار لكم، أبو بكر يقول يعني أحد هذين الرجلين، عمر أو أبو عبيدة بن الجراح. يقول عمر: والله ما كرهت من كلام أبو بكر إلا هذه الكلمة، يعني ما كرهت من كلامه إلا أن يقول إن عمر بيعوه أو أبو بكر أو أبو عبيدة بن الجراح. وقال: والله لأن تقدم فتضرب عنقي خير عندي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر. فعند ذلك على طول مد أبو بكر، قال له عمر: بل أنت أبايعك. ومد عمر إلى يده إلى أبو بكر وبايعه على الخلاف، وجاء أبو عبيدة بايعه، ثم تقاتل الأنصار بعد ذلك. الأنصار يعني تقاتلوا وبيع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فتمت البيعة لأبي بكر بهذه المناسبة، وكانت بغير إعداد ولا استعداد، وإنما كما جاء. فلكن الله تبارك وتعالى يعني جعل الأمر في أبو بكر، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أحق الناس بالخلافة لأنه قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. رسول الله عن مريض أسبوع وأبو بكر هو الذي يصلي بالناس، وكان النبي دائما يقول: خرجت أبو بكر عمر ورجعت أبو بكر عمر. وليس لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الفضائل والمنازل ما كان أبو بكر الصديق. ولذلك النبي في مرض موته قام وخطف الناس وقال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أكثر واحد له منا علي أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لما تولى أبو بكر الخلافة وجمع الله تبارك وتعالى المسلمين مهاجرين وأنصار عليه، قام أبو بكر وخطب الناس خطبته العظيمة، فقال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخير، قال لهم: إني وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، يعني ما أطعت الله فأطيعوني، وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وختم خطبته بهذه الكلمة. رجع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني بعد الخلافة واجتماع الناس، لكن بدأت المشاكل الكبرى تتفجر.
العرب الذين دخلوا في دين الله أفواجا خرجوا من دين الله أفواجا، ارتدت العرب كلها، ما بقي إلا مكة والمدينة والطائف، وأما سائر بلاد العرب فإنه لا جمعة ولا جماعة وارتدوا كلهم. في مكة وقف سهيل بن عمرو، وهو الذي أسلم وهو الذي كان رسول الكفار في الحديبية، وهو الذي كان يعني يجادل النبي في شأن الصلح الحديبية، والذي وقعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان قد ولى على مكة عتاب بن أسيد أحد الصحابة، وجاءوا لما ارتدت في أول الأمر ارتد أهل مكة، واختفى عتاب بن أسيد منهم لأنهم يعني تتبعوا ليقتلوه. فالذي تصدى للقوم هو سهيل بن عمرو، وقال لهم دخلنا في الإسلام، وأي أحد يرتد عنه فليس له عندنا إلا السيف. فخاف الناس، وكان هذا عصم الله تبارك وتعالى به بسهيل بن عمرو أهل مكة من الردة. أقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجد يعني المشكلة الكبرى وهي في ارتداد العرب، وكان أمامه أمر آخر وهو في بعث جيش أسامة. فإن النبي في بعد أن رجع كما علمنا بعد أن رجع من الحج أمر المسلمين بالتجهز في جيش، أمر عليه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وكان سنه في هذا الوقت 17 سنة. ولما اعترض بعض الصحابة على إمرته قال لهم النبي: إن اعترضتم عليه فقد اعترضتم على أبيه من قبل، والله إنه لخليق بالإمام. هذا الجيش اللي كان قوامه أكثر من 30,000 وكان جهز وخرج من المدينة وعسكر في الجرف، المكان اللي هو خارج المدينة، ولكنهم سمعوا عن اشتداد مرض النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا أسامة، رجعوا يعني ما سار بالجيش بعد أن سمعوا باشتداد مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. فجاء المسلمون أول أمر اختلفوا في إنفاذ جيش أسامة، فعمر قال لأبي بكر: رد الجيش، العرب ارتدت وهؤلاء العرب سيهاجمون المدينة، لأن أصبح الآن توجههم لهجوم المدينة والقضاء على الإسلام. فقال لعمر وللناس: قال: والله تريدوني أن أفك لواء عقده رسول الله؟ والله لو نهشتني الكلاب في المدينة ما كنت لأحل لواء، اللواء اللي هو رايه الحرب، عقده رسول الله، لان الرسول هو الذي عقد لواء جيش اسامه بيده صلى الله عليه وسلم. وامر الجيش ان يسير وشيعه، اما شيع الجيش كان اسامه نزل عن فرسه ليسير مع الخليفه لخليفه ابو بكر، فقال له: اركب، يعني اركب. فقال: اما ان تركب يعني مثلي، واما ان انزل، ما يصير انا راكب وانت خليفه المسلمين ماشي على رجليك. فقال له: لا اركب ولا تنزل. وشيع الجيش سام على قدميه وسار مهاجرين، وقال له: لولا الخلافه
يعني لولا ديت لخرجت معك. وخرج في هذا الجيش عامة المهاجرين والأنصار، ولم يعني يتوقف أبو بكر في إرسال هذا الجيش، وكان لإرسال هذا الجيش أكبر العوامل في النصر، فإنه بإرسال هذا الجيش خاف العرب الذين أرادوا الهجوم على المدينة، وقالوا هذا يرسل جيش إلى غزو الشام قوامه 30,000 رجل، معناه أن فيه الأمر عنده قوة هدد فخشوا به. سنأتي إن شاء الله في الليلة الآتية لكيف صنع أبو بكر مع المرتدين، أكبر فتنة وكارثة وقعت في المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقابلها أبو بكر. ولولا قيامه في هذه الردة وحروب الردة لما كنا اليوم احنا مسلمين، كان الإسلام اندثر ولما كان هناك إسلام، لكن وقوف أبو بكر وصموده هو الذي يعني أرسى الإسلام بعد أن كاد ينخلع من الأرض، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حرب المرتدين هي أكبر حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وإلى يومنا هذا. ولولا قيام الصديق رضي الله تعالى عنه بالقيام العظيم في حربهم لما كان هناك إسلام ولما كنا اليوم مسلمين. فكل المسلمون، كل المسلمين بعد رسول الله مدينون للصديق رضي الله تعالى عنه الذي قام بهذا الأمر العظيم الذي لولا قيامه به لاندثر الإسلام ولم يبق إسلامه في الأرض. فإنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى ويلحق بالرفيق الأعلى إلا وارتدت العرب جميعها، ولم يبقى بلد يقام فيها الجمعة والجماعة إلا مكة والمدينة فقط، وقام في كل ناحية من بلاد العرب متنبئ كذاب. فقام الأسود العنسي في اليمن، وكان هذا في حياة النبي وقتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقام مسيلمة الكذاب، وكان قد أظهر هذه النبوة كذلك في حياة النبي، ثم استشرى أمره بعد وفاة النبي صلوات الله عليه وسلم. وقامت سجاعة المتنبئة الكذابة، وطليحة الأسدي، والأسود، والأشعث ابن قيس الكندي في كندا، وقام متنبئ في عمان، وكان قائل هؤلاء بعض هؤلاء المتنبئين يقولون نبي كذاب من ربيعة خير من نبي صالح من مضر. النبي من مضر قرشي، قريش مضر، فما علمهم بكذب أنبيائهم المتنبئين عندهم، لكنه عصبية جاهلية التفوا حوله، واجتمع حول كل متنبئ من هذا المتنبئ قبيلته أكثرهم، وقاموا على من حوله من المسلمين تقتيلا، من بقي على الإسلام بدأوا شرعوا فيه في القتل والإبادة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنفذ جيش أسامة، وذلك أن النبي كان قد عقد اللواء له، وخرج هذا الجيش
بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه. حتى قال عمر لأبي بكر يعني أرجع الجيش فإن العرب ارتدت، يعني لحماية المدينة. فقال والله لو نهشتني السباع والكلاب ما كنت لأفك لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفذ الجيش، وفي أكثر من 30,000 من المسلمين في هذا الوقت العصيب. وكان لإنفاذ هذا الجيش إلى بلاد الشام أثر عظيم في أن خاف كثير من العرب غزو المدينة، وقالوا إنهم يعني يرسلون جيش مثل هذا الجيش لابد أن عندهم عدد أكبر. أول ما بدأ حركة المرتدين جاء الطواف منهم ومن حول المدينة للهجوم على المدينة، فخرج لهم أبو بكر بأهل المسجد، وخرجوا فقط على النواضة على الإبل، ولما خرجوا في إثرهم انفشوا. ثم إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خرج بنفسه إلى ذي القصة، وهي مكان على بعد مرحلة من المدينة، وخرج مع علي بن أبي طالب يقود بعيره، وكان قد رجع أسامة رضي الله تعالى عنه بجيشه، فتركهم أبو بكر ليستجموا، وعين أسامة على المدينة في خروجه. ثم أمر بعد ذلك الجيش بعد أن استجم أن يلحق بذي القصة. في ذي القصة جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعقد 11 لواء لأحد عشر قائدا من قيوده، من هؤلاء القواد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وأمره أولا بطليح الأسد في بني أسد وطي، وعكرمة بن أبي جهل، وأمره بالتوجه إلى قتال مسيلم الكذاب، وعقد اللواء للعلاء بن الحضرمي ووجهه إلى البحرين، وعقد اللواء لقتال عمان أهل عمان، وقتال أهل اليمن، وقتال معان في الأردن. فوجه 11 جيشا في وقت واحد لكل أنحاء الجزيرة، وكتب معهم خطاب ليقرأوه للناس. خلاصة هذا الخطاب أنه ذكر بنعمة الله تبارك وتعالى على العرب في إرسال عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه داعيا الهدى، وما كانت في هذه الأمة من الضلال والكفر، وأن الله تبارك وتعالى هداهم بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات كما يموت غيره من الرسل، كما قال الله تبارك ذكرهم بقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وأنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال ما هو محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم أخبرهم بعد ذلك أنه لن يقبل منهم إلا الإسلام، وأن من منع الزكاة فإنه سيقاتله قتال الكفار. وأمر قواده الأحد عشر وجيوشهم أن يقاتلوا في سبيل الله وأن ينكلوا بهؤلاء المجرمين، والتنكيل هو قتل وسبيل الذرية، وكذلك في أنواع من التنكيل أنواع من القتل الشديد. قال حرقوهم بالنار وارجموهم بالحجار، فبعضهم كانوا يحرقوا بالنار ويرجموا بالحجار. كان من شأن هذه الجيوش أن يسر الله تبارك وتعالى لها الظفر جميعا. فخالد رضي الله تعالى عنه لم يمهن كثيرا طليح الأسدي، وانتصر على جيوشه
ثم هرب إلى جهة الشام وهلك. ثم توجه خالد إلى، قال له أبو بكر توجه إلى مالك بن نويرة في نجد، فتوجه إلى مالك بن نويرة وقتله ونكل به حتى إنه وضع رأسه إحدى أثاث الخدر الذي طبق عليه، تنكيل ليعلم العرب كلهم ماذا يصنع المسلمون في هؤلاء المرتدين. وقسم نساءهم وذراريهم في الغانمين. وأما عكرمة بن أبي جهل فإنه لقي في بني حنيفة قتل شديد وانهزم عنهم، فلامه أبو بكر وقال له لا أرى وجهك إلا أن تريني عملك وفعلك. فتوجه بعد ذلك إلى عمان ثم إلى اليمن، حارب حربا شديدة في المرتدين هناك. ثم إن المسلمين، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه توجه بعد ذلك إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب كان قد اجتمع بسجاح وصار حلف بينهم، بين السجاح المتنبئة وهي من بني ثغر التغلبية، وبين مسيلمة وهو من بني حنيف تميم. وحارب الذين مع مسيلمة الكذاب حرب شرسة شديدة، حتى إن خالد رضي الله تعالى يقول قاتلت في فارس والروم لم أرى قتالا أشد من قتال بني حنيف. ولقي المسلمون في حربهم عناء شديد جدا، حتى إن ثابت بن قيس بن شماس أحد القوات رضي الله تعالى عنه ومعه لواء المسلمين حفر لنفسه حتى لا يفر، وكان رجلا طوالا، فحفر لنفسه إلى فوق ركبتيه حتى لا يفر، وقتل الشهيد على هذا الحال رضي الله عنه وأرضاه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة. وقتل كثير من المسلمين واستحر القتل في القراء، كان ينادى فيهم يعني يا أهل القرآن، يعني هذا يومكم. فلذلك قتل من القراء، قراء القرآن وحفظته في حرب مسيلمة خلق كثير. ثم إنهم بعد ذلك هزموهم ودحروهم، واجتمع بنو حنيفة في حديقة لهم، وهذا الحديقة سميت بعد ذلك حديقة الموت لما كان فيها من القتل. تحصنوا فيها وبدأوا يقاتلوا المسلمين. وكان من شأن مسيلمة أنه كان يقود معركته وهو في قوة ينظر منها، فجاءه قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه الذي يقول قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس وحش، فهز حربته وضربها فيه فنفذت في صدره ودخلت إليه من القوة التي فيه. فوحشي الذي كان قد قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، وكان يقول هذه حربتي هذه قتلت بها خير الناس وشر الناس. وفتح بعد ذلك على المسلمين وخسم يعني وحازوا، يعني حاز المسلمون ذراريهم ونساءهم. أما العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه كان له شأن كذلك، وقد أرسله عمر إلى البحرين، وكان أهل البحرين لما ارتدوا قاموا على من عندهم من المسلمين فقتلوه. فلما غزاهم العلاء بن الحضرمي بجيشه وكانوا في الليل معسكرين، جاء هؤلاء عملوا إلى حيلة، وهي أنهم نفخوا خرب ووضعوا فيها رماح، يضعون الخربة في آخر رمح ويخذفون بها، فتقوم تتطاير الخرب وتروح
راحت إلى جيش المسلمين، فلما رآها لما رأتها إبل المسلمين فرت في كل وادي، ولم يقدروا منها على بعير، وعليها أمتعتهم. وبات المسلمون جيش العلاء ليس في شيء، كل إبلهم وحملهم فر في كل وجه، وما استطاعوا أنهم يردوا شيء منها ليلة. فعمد العلاء رضي الله تعالى عنه إلى الله سبحانه وتعالى ودعا وظل يدعو، وأكرمهم الله تبارك وتعالى. صلوا الصبح وهم في صلاة الصبح، وإذا بالإبل تأتي من كل فج وعليها حملها كما هو يتحملها. ثم إنهم غزوا، يعني هؤلاء القوم، وكبسوهم ليلا، وأرسل العلاء من ينظر إليهم، فقالوا القوم سكار، باتوا ليلتهم كلها سكار. فكبسهم المسلمون وقتلوا منهم مقتل عظيما، قتلوا منهم 10,000 شخص، وفر الباقون. لكنهم في فرارهم خافوا أنهم ما يلحقوا بهم في البحر، فدعا العلاء بن الحضرمي كذلك ليلحق بهم. وجد أنهم في الناحية الثانية من البحر، فاقتحم بحرسه بفرسه في الماء، فأجمله الله تبارك وتعالى. واقتحم المسلمون بخيولهم جميعا بجيشهم، فجمد الماء، الماء اللي بين يعني الشاطئ، شاطئ الجزيرة وبين البحرين. وكان هذه كرامة ثانية جعلها الله تبارك وتعالى، لا كان مجاب الدعوة، كان عبدا مجاب الدعوة. وأما الذين في نواحي الجزيرة الأخرى فإنهم كلهم لقوا نصرا، حتى تم إخماد هذه الفتنة، فتنة المرتدين، في كل جنبات الجزيرة. ما مضى وقت إلا وأخمدت هذه الفتنة، ورجع من رجع إلى الإسلام طوعا وكرها. وخمع الله تبارك وتعالى هذه الفتنة، الفتنة العظمى، بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي قام بنفسه وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. حتى إن بعض المسلمين أراد أن يثني الصديق ويقول: لماذا تقاتل قوما يصلون؟ فقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله تبارك وتعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فلم يؤمر بتخلية سبيل المشركين إلا بعد أن يؤدوا الزكاة مع الصلاة. وكان هذا الذي رآه أبو بكر والذي أنفذه بعد ذلك هداية من الله تبارك وتعالى، كما قال عمر: لما رأيت أن الله قد شرح صدر أبو بكر للقتال علمت أنه الحق. ووقف أبو بكر هذا الموقف العظيم، وأمر بالقتل والتنكيل لكل من ارتد عن الإسلام، وكل الذين نكلوا بالمسلمين وقتلوهم قال: والله لأقتلن بعددهم من المشركين. كل اللي قتلوا منهم من المسلمين أقتل بعددهم المشركين. ولذلك يعني أنفذ فيهم السيف، وأقام الله تبارك وتعالى معه هؤلاء يعني فرسان الإسلام، خالد الوليد وثابت بن قيس بن شماس والعلاء بن الحضرمي وعكرمة بن أبي جهل، هؤلاء الذين قاموا، وشرحبيل بن حسن الذين قاموا وقفوا هذا الموقف مع الصديق، والمهاجرون والأنصار كما قال: أرسل لكم المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. وكل هؤلاء قاموا وردوا من ارتد عن الإسلام إلى حضرة الإسلام طوعا وكرها. والحمد لله رب العالمين. كان أقول لهذا الأمر أثره العظيم ليومنا هذا، لولا قيام أبو الصديق بهذا الأمر
قد انتهى الإسلام، لأن الجزيرة كلها كانت قد عن مكرة أبيها رجعت الإسلام، وكان غزو المدينة مؤكد، كلهم بدأوا يفكروا في غزو المدينة والخضاع للإسلام. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كانت خلافة الصديق سنتين وشهرين، وكانت من أعظم البركات على أمة الإسلام. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى جمع به المسلمين بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتفرق، فقد اجتمعت الأمة عليه، وتسلم الخلافة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشذ أحد منهم. وكان في هذا الاجتماع للأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار وأمة الإسلام عليه كان بركة عظيمة. فهذه كان أول بركات خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. الأمر الآخر هو أنه أرسى اتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وألا يخالف الأمر النبوي مهما كان، حتى وإن ظن أن الخير بخلافه أو أنه جد ما يمكن أن يحوله عن هذا الأمر، فإن إصراره على أن يبعث بعث أسامة الذي عقد النبي له لواء، بالرغم من ارتداد العرب وقوله لعمر بن الخطاب والمسلمين كيف أحل عقدة لواء عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو أكلتنا الكلاب ما كنت لأحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا الخير والبركة لأمة الإسلام في إنفاذ جيش أسامة. الأمر الثالث هو أن الله تبارك وتعالى قمع به أكبر فتنة جاءت للمسلمين بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإلى يومنا هذا لم تأتي فتنة ومحنة للمسلمين منذ وفاة النبي إلى يومنا هذا كفتنة الرد. فإن العرب جميعهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يبقى مدينة من كل الجزيرة، جزيرة العرب التي دخلت في الإسلام يقام فيها الجمعة والجماعة، إلا مكة والمدينة فقط، وكل ديار الإسلام ارتدت واتبعوا مدعي النبوة. خمسة من مدعي النبوة قاموا في وقت واحد وكل يدعي أنه نبي. وسمعتم أن قائلهم كان يقول نبي كاذب من قومنا خير من نبي صادق من قريش. فتصدى أبو بكر رضي الله تعالى عنه لهؤلاء المرتدين، سواء كانت ردة كلية لأن رجعوا عن الإسلام واتبعوا هؤلاء الأنبياء الكذبة، أو ردة جزئية في منع الزكاة، فإن بعضا منهم قال لا نعطي الزكاة لابن أبي قحافة، احنا كنا نعطيها للنبي، أما لأبو بكر ما نعطي له الزكاة. فقال أبو بكر والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. ثم إنه بحكمته الباهرة أنفذ 11 جيشا في وقت واحد إلى كل واحد جزيرة، من اليمن إلى الحيرة إلى عمان إلى البحرين، 11 جيش في وقت واحد، وأمرهم أن ينكلوا بالمرتدين
ويخدرهم شر ختم. فكل رؤوس الردة قتل، وكل من شيعهم تابعهم. ورجعت العرب بعد ذلك إلى حضيرة الإسلام، وهذا في سنتين استطاع أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقضي على هذا كله، بعد أن خرج بنفسه، قاتل بنفسه، خرج من المسجد، ثم ذهب إلى ذي الخصة، ثم بعد ذلك اجتمعت له هذه الجيوش بعد أن رجع جيش أسامة ووزعه في الجزيرة كلها. وكان هذا من أعظم الأمور التي قام بها هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. ثم إنه ما فرغ من قتال أهل الردة، عادت المسلمين مرة ثانية إلى حضيرة الإسلام إلا وجه جيوشه نحو الفتح. فأمر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكان قد وجهه أولا إلى قتال طليحة الأسدي فقتله، ثم وجهه بعد ذلك إلى مسيلم الكذاب فقتل بعد حرب شديدة. بعد هذا أمره أن يتوجه بجيوشه إلى العراق للفتح. وخيل إن خالد لم يرجع إلى المدينة، ما رجع بجيوشه بعد هذا، بعد هذه الحرب الضروس سنتين اثنين في هذه الحرب، ما رجع إلى المدينة، بل أمره فورا أن يتوجه بمن معه إلى الفتح، فتح العراق وفارس. ثم أمره بأوامر في غاية الحكمة، قال له: لا تأخذ أحدا ممن ارتد، اللي ارتد ورجع الإسلام لا تخليه يلتحق بجيش، لا تلحقهم بجيش، هذا أول شيء. ثم قال له: لا تكره أحدا على الخروج معك، مو بالإكراه الفتح جيد، من أراد أن يخرج يعني في الجهاد يخرج. ثم قال له: ادعو المسلمين، ادعو المسلمين يعني الذين لم يرتدوا إلى أن يسيروا معك. فسار. وكان من سياسة خالد رضي الله تعالى عنه إنه قسم جيشه إلى ثلاث فرق، وأتوا ليحاربوا أعظم دولة موجودة على الأرض في هذا الوقت، دولة فارس كسرى، وكانت حدودها ممتدة من الصين إلى بلاد الشام إلى حمص. ومع ذلك ذهب خالد بن الوليد بمن معه من الجيوش التي لم تسترح من حرب الردة، فذهبوا إلى الفتح. وكان من أول هذا الفتح العظيم الغزوة الشهيرة، غزوة ذات السلاسل، وهي التي يسمونها في كاظمة، وسمي بذات السلاسل لأن الفرس سلسلوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا. واستطاع خالد رضي الله تعالى عنه أن يكسر الفرس في هذه، الفرس طبعا ومن تبعه، كانت العرب يعني الذين العرب المتنصرون من تغلب وغيرهم كانوا مماليين للفرس، فكسرهم الكسرة الأولى، ثم أمر جيوشه بعد ذلك للتوجه إلى الفتح. فذهبوا إلى توجه المدائن، وسنشرح إن شاء الله بعد يعني فصول من هذا الفتح الذي كان أشبه الخيال صار حقيقة، كيف جيش العرب وخارج من هذه المحنة، من محنة حرب الردة وحرب طويلة، يدخل ليحارب يعني دولة الفرس، ثم بعد ذلك يعني لا تمضي سنوات قليلة إلا ويفتح هذه البلاد ويكسر يعني الفرس ويقتل كسرى ويقتل يعني قائد الحرب فيهم هرمز، وقتله خالد مبارزة، خرجه ببراز وقتله في المبارزة. سنأتي إلى بعض التفصيلات
في هذا الأمر إن شاء الله. أقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني كانت خلافته كلها بركة على أهل الإسلام، فقد قضى بعد قضائه على الردة وجه المسلمين بعد ذلك إلى الفتح، فتوجيه المسلمين إلى الفتح بعد ذلك إلى فارس ثم إلى الروم كان بتوجيهه، وكذلك يعني وضع السياسة العظيمة لهذا. فمن هذه السياسة العظيمة قال لخالد لا تقاتل الفلاحين وأهل الأرض، أهل المزارع قتلوهم، وإنما قاتلوا يعني الجند فقط، وادعوهم إلى الإسلام أولا، فإن أطاعوا قلهم لكم ما لنا وعليكم ما علينا، صح مسلمين مثلنا، وإن أبوا فالجزية، وإن أبوا فحاربهم وتوكل الله تبارك وتعالى. فكثير منهم قبلوا يعني الجزية ولم يدخلوا يعني في الإسلام، ومنهم كثير من النصارى العرب في ذلك الوقت قبلوا الجزية، فقال لهم خالد يعني بئس ما اخترتم، يعني ليت الإسلام يعني اختاروا الإسلام أنتم عرب وهذا لسانكم. فعلى كل حال قد كان توجيه الصديق رضي الله تعالى عنه وسياسة التي أيضا رسمها لخالد الوليد كان لها أكبر الأثر في هذا الفتح. سنأتي إلى بعض التفصيل إن شاء الله في لقاء آتي. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نشرع من هذه الليلة إن شاء الله في دروس في مسار الإيمان والعقيدة بشرح القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة. القضية الأولى قضية وجود الرب سبحانه وتعالى. الله الذي لا إله إلا هو شهد له بالربوبية والوحدانية كل موجود. فأولا شهادة الله تبارك وتعالى لنفسه بذلك، يقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أما شهادة الله فقد أعلمها الخلق عن طريق رسالاته، فقد أرسل الرسل بهذا الأمر، والرسل جاءهم وحي الله تبارك وتعالى، وهم الصادقون الأمناء على وحي الله تبارك وتعالى، وقد أقام الله تبارك وتعالى الأدلة والبراهين على صدقها على صدقهم، بدأ من نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، وإلى محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه آخر الرسل. فكل هؤلاء الرسل قد أخبروا أن إله الخلق واحد هو الله سبحانه وتعالى بشهادة الله لنفسه سبحانه وتعالى المنزلة في الكتب التي أنزلها على هؤلاء الرسل، وبالوحي الذي أوحاه الله لهؤلاء الرسل. فمن ذلك في الكتاب الكريم كتاب الخاتم قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقرآن كله بهذه المثابة إخبار من الله تبارك وتعالى أن إله العالمين إله واحد، إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فأخبر بأن إله العباد إله الخلق واحد، إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام الأدلة على هذا بهذا الخلق الموجود. فهذا الخلق كله أولا شاهد لله بالوحدانية، فمن ذلك أن هذا الخلق وحدة جامعة، وإن كان هو عوالم كثيرة، عالم السماء وعالم الأرض وعالم عالم البحار، لكن كل وحدة واحدة. منظومة واحدة. فهذه الأرض التي نحن عليها جزء من نظام بديع تسير في مسارها لا تتخلف، الشمس في مسارها، القمر في مساره، والكل مرتبط بوحدة واحدة. فوحدة الخلق دليل على وحدة الخالق، لأن لو كان هناك خالقان لكانوا متنازعين، وكان كل خلق مختلف عن الخلق الآخر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فلو كان فيه آلهة كثيرة كان يتنازعون، كان تنازعوا فيما بينهم، لكن في إله واحد بس، إله واحد للعالمين كله. ثم إن كل مخلوق في ذاته شاهد بأن له خالق. فلو سألت الشمس، القمر، النجم، الإنسان، الحيوان، الشجر، من خلق؟ ما في شيء يقول لك أنا اللي خلقت نفسي. لا تقول الشمس أنا خلقت نفسي وأنا أوجدت نفسي، ولا شجرة تقول، ولا هذا يقول، ولا إنسان يقول، ولا أحد يستطيع أن يزعم أنه أوجد نفسه بنفسه، أو أن له خالقا غير الله. فإن كل ما عبده الخلق دون الله ما يخلق. لو فتشنا فيما عبده الخلق، الخلق عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الأبقار وعبدوا البحار وعبدوا الأشجار وعبدوا البشر. طيب هل من هؤلاء الذين عبدوا من دون الله يخلقون شيئا؟ خلقوا شيء؟ أوجدوا شيء؟ خلقوا أنفسهم؟ لذلك الله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. فالخالق لكل هذا الخلق الذي نراه والذي لا نراه واحد. فالخلق شيء نرى، نحن نرى الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والديات، ونرى أنفسنا ونرى الدواب، ولكن وراء هذا الذي نراه في خلق آخر، في عوالم أخرى لا نراها، واحد الذي خلقها واحد. هذا كله شهادة المخلوق للخالق بأنه إله واحد. وكل من ادعى
أن هناك إله مع الله لا يستطيع أن يقيم عليه برهان ودليل. ما في أحد من الذين عبدوا من دون الله أو من العباد الذين عبدوا غير الله يستطيع أن يقيم برهان ودليل على أن هذا الذي يعبده من دون الله إله، إله حق، خالق شيء يملك لنفسه نفع ولا ضر. فلما تيجي تسأل الذين عبدوا البشر كالذين عبدوا عيسى مثلا، يخلق عيسى؟ يخلق، يرزق، يحيي، يميت، يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الله؟ فإذا عبادة باطلة. وهذا طبعا من الرسل الذين هم شاهدوا لله بالوحدانية، فعيسى عبد الله ورسوله وشاهد لله بالوحدانية وبالربوبية من أول ما اتولد. قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فهذه شهادته. وإلى يوم ما مات، إلى يوم ما رفعه الله تبارك وتعالى وتوفاه الله، وإلى أن يموت في الأرض، هذا عيسى. ويوم القيامة يشهد هذه الشهادة. عندما يقول له الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالله شهد لنفسه بالوحدانية وأخبر الخلق بهذا وقال: يا أيها الناس إلهكم إله واحد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخبر الله بأن الملائكة شهدت لله بالوحدانية. طبعا الملائكة ما رأيناهم ولا سمعنا كلامهم، لكن الله أخبرنا هذا، هذا خبر صار. فأخبرنا أن الملائكة، ملائكة الله، يشهدون له بالوحدانية. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة من حملة العرش إلى من دونه، الذين يحملون العرش ومن حوله، هذا إيمانهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به بأن الإله واحد ويستغفرون الذين آمنوا. فالله أخبرنا بهذه الشهادة، أخبرنا بشهادة الملائكة له بأنه الإله الواحد. ثم قال: وأولو العلم، أولو العلم من كل أمة، الذين تلقوا العلم عن الله وعن رسالات في كل أمة شهدوا لله الوحدان. من الذي لم يشهد لله بالوحدانية؟ الكافر، فاسق عن أمر الله عز وجل، وما عنده دليل، ما عنده دليل ولا برهان. ما في أحد من هؤلاء الكفار عنده دليل ولا برهان على نفي وجود الله مثلا، أو أن هناك إله مع الله سبحانه وتعالى، ما
ما حد يستطيع أن يقدم دليل لها، وإنما مخاف الكفار أنهم إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فكل الكفار شافوا أباءهم ضالين أمره في الضلال، لكن هل عندهم برهان؟ عندهم برهان على ما هم فيه من أن هناك إله مع الله أو أن هناك إله غير الله؟ ما أحد يملك هذا البرهان، وهذا في ذاته برهان، هذا برهان على وحدة الله، أن كل من نفى ألوهية الله لم يستطع أن يقيم حجة وبرهان على آخرته ودينه أن هناك إله مع الله أو أن هناك إله غير الله. وحتى هذا الكافر وجوده برهان على وحدانية الله، لأن مين اللي خلقه؟ هذا كافر كفر بالله، لكن من خلقه؟ من يملك نفعه وضره؟ مين اللي انشاه؟ ما في الا الله. ذاك الله يقول قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاخبره، ثم اذا شاء انشاه. هذا الانسان، هذا الكافر، خلقه الله من هذا الشيء، من النطفة، لا خلقه أبوه ولا خلقته أمه ولا خلقه دينه. ثم خروجه من بطن أمه تيسير الله عز وجل، هذا فعل إلهي، تعليم إلهي. مين اللي علم الجنين أنه يكون كده في بطن أمه في رحم أمه راسه لفوق، وبعد لما يجي وقت الخروج ينقلب يصير راسه تحت ورجليه فوق، ثم يأخذ طريق خروجه؟ من اللي علمه هذا؟ أبوه؟ أمه؟ ثم إنشاؤه وحياته كلها الله، ثم يموت رغما عنه، ثم سيبعث رغما عنه. فالكافر بوجوده شاهد على وحدانية الله، وإن كان ما شاهد بلسانه وبقلبه، لكن وجوده شهادة على أن الله الإله الواحد سبحانه وتعالى، لأنه لا إله له غير الله. فلذلك كل موجود في هذا الوجود غير الله شهد وحدانية الله، إما شهادة قلب ولسان، وإما شهادة وجود وعيان، بوجوده وعينه وشاهد على ألوهية الله وربوبيته، وأنه لا رب له سواه. فالخلق كلهم من هم رب إلا الله؟ هو ربهم الذي خلقهم، وهو الذي أنشأ لهم كل ما هم فيه. في أحد من الخلق يقدر يخلق حبة أرز؟ خلق ينشئها من العدم؟ هذه لك الله يقول فلينظر الإنسان إلى طعام، انظر الأكل، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. فخالق هذا كله الله، وليس هناك من خلق هذا، ما في إنسان ولا في يدعي بأنه خلق أي شيء من هذا. فكل هذه الموجودات فعل الله عز وجل، والله ضرب لها الأمثال، قال أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني الإنسان الذكر يرسل دفقة مني، لكن ما يخلقها؟ فرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم
وننشئكم فيما لا تعلمون. ننشئكم في بطون أمهاتكم وخلق خلق لا تعلمون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الذي أوحى للنبتة تخرج جذرها وتوديه الأرض وتخرج ساقها وتطلعه التربة فوق ثم تنمو بهذا النمو وتصير هذا؟ الله يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطام، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى بأن يجعل هذا الزرع الأخضر الحطام لفعل، فظلتم تفكهون حصلوا فاكهة لو أن الله جعله حطاما. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذا ماء السماء، مين اللي نزله؟ أطار الله. أفرأيتم النار التي تورون تشعلون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. نار، لما تشوف النار اقترب منها، حاول تلمسها عشان تتذكر النار الآخرة كده، النار اللي حيعذب بها ربنا، هذه من جنسها بس ليك أشد. نحن جعلناها تذكرة عشان تتذكر، شوف النار هذه ربنا حيعذب الناس بهذه النار. ومتاع للمقوي، متاع لمن يكون مقوي يعني في القواء في الأعراض، يقوم يستمتع بالنار لما يشعل النار فيها. العمل هذا الله، هذا كله صنع الله عز وجل. إذن كل موجود في هذا الوجود سوى الله شاهد وحدانية الله، لأنه لا إله له ولا رب له إلا الله. وكل من أقام إلها غير الله كذاب، ما عنده دليل. نقول له كذاب، كذب. فرعون ما هو إله، وعيسى ليس إله، الملائكة ليسوا آلهة، كل دليل. وكل الذين عبدوا ليس بديت إله، الشمس ليست إله، والقمر ليس إله، والأصنام ليست آلهة، كذب. لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لعابدها نفع ولا ضر. قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ليش تعبد هذا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. وعظة عظيمة من إبراهيم لأبيه، لكن أبوه ماذا قال؟ إيش ردوا على هذا؟ قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أنا بعبد هذا، أنت ابني وتقول لي تبي تعلمني؟ راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ولي. رد سيء. إذا ما سكت عن هذا يقول له برجمك وفارقني ما بيشوفك. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهذا نموذج للكفر، أبو إبراهيم ما عندي شيء. إبراهيم قال له: وديت ليش تعبد هذه؟ ما بتنفعك، هذا ما في شيء. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهذا كل ما عرف من دون الله على هذا النحو، ما هم آلهة. لكن رد الكافر هو كذا: أنا هذا خلص استحسنوا، أو هذا فعل آبائي وأجدادي،
احنا مش عليه. والنبي يقول يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامه وقد سربل آزر بسربال من قطران. شأن الكفار لباس من قطران من الجار الزفت. وعلت وجه آزر غبرة وقطران. فيقول له إبراهيم يا أبتي ألم أقول لك لا تعصي؟ فيقول له يا بني الآن لا أعصي. فيدعو إبراهيم ربه ورب يعني لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. فقل له الله يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافر. أنا أما سبق لله إن كافر ما يدخل الجنة ولو كان ما كان له قرابة من رسول له نسب. إني حرمت الجنة على الكافر. وانظر تحت قدميك فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء فيأخذ من قائمه والخفن. فالله يوم القيامة لا يقبل مشركا ولا يقبل كافرا. حكم خلاص كل من مات على الكفر والشرك. وعذابهم الطويل موافق للجريمة لأن الجريمة كبرى. يعني هذه الأدلة كلها التي أقامها الله على وحدانيته يجي الكافر وينفيها. ليه؟ ربك إلهك الذي خلقك وسواك وما طلب منك إلا الاعتراف بأنه ربك بس. من قال لا إله إلا الله وخلص من قلبه دخل الجنة. وتيجي تتخذ إله غيره. لذلك الله قال جزاء النار إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. جزاؤهم هذا موافق للذنب. ليه؟ قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فهذا المكذبين بآيات الله والذين رفضوا كل هذه الأدلة التي أقامها الله على وحدانيته وربوبيته كلها رفضوها إذا يستحقوا العذاب. يستحقوا الخلود في العذاب على هذا. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافل عن ربه وإلهه وخالقه ولم يؤمن به ولم يعبد خلاص يصير هذا من نصيب جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها. استغفر الله لي ولكم كلكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. توحيد الله تبارك وتعالى في ذاته. من أصول الإيمان أن يعتقد العبد بأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته لا جزء له. قال تبارك وتعالى عن الكفار وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فمن ذلك ادعاء أن لله ولد والولد جزء من أبيه. والله سبحانه وتعالى هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فليس لله ولد سبحانه وتعالى خلق
والذين ادعوا أن لله ولد كثيرون، منهم مشرك العرب، فإنهم قالوا الملائكة بنات الله، وأن الله تزوج من الجن وولد له الملائكة. عياذا بالله تبارك وتعالى من قولهم، وهذا من أعظم الكفر، وهذا فيه قول الله وجعلوا له من عباده جزءا، وقال عنهم الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذا في دعاء العرب مشرك العرب بأن الملائكة بنات الله، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا سبحانه من عباد عباد، والملائكة عباده وليسوا بنات، مكرمون عند الله لا يسبقونه بالقول، يعني لا يقولون حتى يقول الله تبارك وتعالى، وهم بأمره يعملون، هم الملائكة بأمر الله يعملون لا يتعدون أمر الله تبارك وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما قدموه وما أخروه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون عند الله تبارك وتعالى إلا لمن رضيه الله تبارك وتعالى، وهم من خشيته مشفقون، وهم الملائكة من خشية الله من خوفه مشفقون في غاية الخوف، كما قال أيضا عنهم سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال جل وعلا ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني لو قال أحد من هؤلاء الملائكة إنه إله دون الله فيكون مصيره جهنم كذلك نجزي الظالمين. وممن اعتقد أن لله تبارك وتعالى ولد اليهود، كما قال جل وعلا وقالت العزير وقالت اليهود عزير ابن الله، ومن أجل ذلك أمر الله المسلمين بقتاله، قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأما النصارى فهم أكثر الأمم عددا وقد ادعوا بأن لله ولد، فزعموا أن عيسى هو ابن الله إله من إله، وهذا من أعظم الكذب والفرية على الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأخبر سبحانه وتعالى أن هذه المقالة هي أعظم مقالة في الكفر، قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه، من هول هذه المقالة الخبيثة المجرمة، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم من في السماوات من الملائكة وغيرهم ومن في الأرض كلهم آتي الرحمن يوم القيامة عبدا لقد أحصاهم
وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. فهذه من أمم الكفر التي زعمت بأن لله جزء ولد، وقال جل وعلا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ليس لله صاحبة يعني ليست له زوجة. وقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله لا جزء له ولد أو غيره، وكذلك الله سبحانه وتعالى لا مكافئ له، يكون نظير له مكافئ له. بل كل من سوى الله عبد لله، أملوك سيئ، والله لا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى. من توحيد الله تبارك وتعالى في ذاته اعتقاد أنه لا يلحق شيء بالله ولا ينفصل شيء عن الله. وقد اعتقد بعض الزنادقة من زنادقة الذين نشأوا في الإسلام أن العبد أحيانا يرتخي حتى يتحد مع الله، وهذا من أعظم أقوالهم الكفرية. فالله لا يمتزج ولا يتحد به أحد من خلقه جل وعلا، بل الله واحد في ذاته سبحانه وتعالى. فهذه مقالة، مقالة الاتحاد، من مقالات الزنادقة الذين نشأوا في الإسلام بعد القرن الثاني، وقالوا إن العبد إذا ترقى في العبادات وصار في العبادات خلاص يلتحق بالله ويلتحق ذاته بذات الله، فيكون خلاص يتخذ صفات الله، يتخذ صفات الله كلها، فيرى كما يرى الله ويعلم كما يعلم الله ويبطش كما يبطش الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك مقالة مشابهة لهذه المقالة قالها هؤلاء الزنادقة، وهو أن ذات الله تحل في المخلوق. قالوا كذلك أن ذات الله وصفاته تحل في المخلوق، فيصبح هذا المخلوق خلاص رباني إلهي، يخوض للشيء كن فيكون. وهذه كذلك من أقوال الزنادقة، فإن الله لا يحل بذاته ولا بصفاته في أي أحد من خلقه سبحانه وتعالى، مهما كان هذا الخلق ملك أو رسول. فكل رسل الله تبارك وتعالى إنما هم عباد لله تبارك وتعالى، ولا يحل الله فيهم ولا تحل صفة الله فيهم، فهم عباد. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذه مقالة الله لرسوله محمد. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. وقال نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فهذه مقالات الرسل، لا يعلمون الغيب، ليس منهم أحد ملك، بل هم بشر كسائر البشر، يأكلون ويشربون، وكذلك تعتريهم أحوال البشر بعد الأكل والشرب. ولا يحل الله بذاته في أحد منهم ولا بصفاته كذلك، يعطى صفة من صفة الله كعلم الغيب أو التصرف في الأكوان، يرون أنهم يتصرفون في الأكوان، يعني كل شيء كن فيكون. لا أحد من خلق الله تبارك وتعالى يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يملك لنفسه نفع ولا ضر،
هذه المقالات كذلك مقالة الاتحاد ومقالة الحلول، هذه من عقائد الزنادقة الذين أدخلوها إلى الإسلام، واعتقدها أناس كثيرون من أهل الإسلام، اعتقدوا بأن الله يحل بذاته أو بصفاته في بعض خلقه، أو بأن بعض الخلق يرتفع حتى يكون ذاته مع ذات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل كل ما سوى الله عبد له، كما قال الله في الملائكة وهم أقرب الناس إلى الله، أقرب الخلق إلى الله ملائكته حملة عرشه. قال الله تبارك وتعالى بالعباد مكرمون، هم عباد، فالملائكة عباد الله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكل ملك في مكانه لا يتعدى، كما قال عنهم سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني ما نقدر ننزل الأرض إلا بأمر الله. فجبريل هو أمين الله على وحيه لكنه لا يتصرف باختياره، فلا ينزل الأرض إلى النبي زيارة إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وقال الله في الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وما منا من الملائكة إلا له مقام معلوم. ملك في السماء الدنيا يسير في السماء الدنيا، ما يروح السماء الثانية أو ينزل. ملك في السماء السابع هو في مكانه. جبريل له مقام لا يتعدى، عند سدرة المنتهى خلاص هذا مكانه لا يتعدى. وفي عروج النبي إلى السماء قال جبريل للنبي بعد أن وصل جبريل إلى مكانه تقدم، هذا مقام لا ينبغي لك. نعم، وقف في المقام الذي له، علما أنه صاحب النبي من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات كلها، لكن لما جاء في مكانه الذي هو مكانه خلاص مقامه هذا. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون عند الله، صفون بالصلاة، وإنا لنحن المسبحون. وكان النبي يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة، رسوله يسوي الصفوف، قال الملائكة يسوون الصفوف ويتمون الصف الأول فالأول، يعني أولهم ما يأتي للصلاة يصف الصف، ثم إذا انتهى الصف يأتي اللي بعده واللي بعده وهكذا. فأمر النبي بأن نصف في صلاتنا كما تصف الملائكة في صلاتها لله سبحانه وتعالى. فالملائكة عباد الله يسبحونه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والذين عند ربك وهم الملائكة والذين عند ربك إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فالذين عند ربك هم الملائكة يسبحون الله ويدعونه سبحانه وتعالى ولا يسأمون من عبادته. وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وحملة العرش على الملائكة. فإذا الله سبحانه وتعالى يجب على العبد أن يؤمن بأن الله واحد في ذاته وليس اثنين. قال اتخذ الرحمن، وقالوا اتخذ الآية قال اتخذ الله ولدا، للآية الثانية هي قول الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين
إنما هو إله واحد، فهي في الرهبة. يعني إله تعبدونه مع الله، لا، فالله لا إله إلا هو، لأنه واحد في ذاته وليس له ند أو شريك أو ظهير أو ولد أو زوجة. ولو كان لله ولد لكان يجب عبادته مع الله، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو كان له ولد لكنت أنا أول من يعبده، وتعالى الله أن يكون له ولد سبحانه وتعالى. فمن اعتقد بأن لله جزء يبقى هذا من أشد الكفر ومن أكبره، وهذا من الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. ولو كان من أكثر الناس عبادة لله راهب يعبد الله ليلا ونهارا، فإن هذه العقيدة موجبة لخلوده في النار إذا اعتقد أن عيسى ابن الله أو أن لله ولد سبحانه وتعالى. وكل هذا ليش صارت قل هو الله أحد تعدل سطر القرآن؟ لأنها تحمل هذا الاعتقاد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة القصيرة تعدل في قراءتها ثلث القرآن، من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. أجرها أجرها بقراءة القرآن كله، قراءتها ثلاث مرات. ليه؟ لأن تحمل هذا المعتقد، المعتقد العظيم في أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته أحد وليس له جزء سبحانه وتعالى، ولا ند ولا كفر. الحمد لله رب العالمين.